مرتقب محمد الصباح. حالة المهمة جدا جدا جدا، هات تمركز الحكم. هات لي الأول. أقف. محمد أنت حكم كبير، أنت محمد صباح حكم كبير. قلنا دايما 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 لما يكون هنا في حدث داخل الصندوق أنا هنا واقف بتفرج، أنا مش مشجع يا كابتن عياد. الحكم لابد إن أنا أحس بتوقع، أحس بالحدث. على الرغم إن خد القرار الصحيح في احتساب ركلة الجزاء الصحيحة، ولكن مكانه مش مقنع. مكانك مش مقنع يا محمد، انت حكم كبير، لاجب انك انت تعمل سبرنت النهارده بيد ضربه الجزاء من بعيد. تعال نشوف الحاله ونشوف من الذي نجح في لعب الكره. كابتن علاء لاعب الاهلي. نيجي نشوف واحده واحده. هنا نمشي حسام حسن نجح في لعب الكره. كابتن نمشي بعد كده ونشوف حصل ايه. شوف الركبه بالفخذ. نمشي بقى، نمشي بتدفع القدم. حسام حسن بيرمي نفسه عليه، المخالفة موجودة، وصباح حظه حلو حسب، والفار أكد على القرار. ركلة جزاء صحيحة لحسام حسن. بقول تاني من فضلكم حكام، يا ريت نذاكر شوية. لجنة الحكام المفروض تذاكر مع حكامها في توحيد القرارات التحكيمية. أخيرا مبروك للبنا أحمد أبو الرجال، أحمد حسام طه، أمين عمر، مباراة تونس امبارح وموريتانيا. عملوا مباراة جميلة جدا جدا كابتن، شرفوا التحكيم المصري. صحيح. توفيق إن شاء الله في المباراة القادمة بإذن الله رب العالمين. شكرا جزيلا خبيرنا التحكيم.